مثل الوضع الاقتصادي في تونس محور مكالمة هاتفية مطولة جرت بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة آكي الإيطالية. وقد وصفت المصادر الاتصال الهاتفي بالإيجابي للغاية، حيث يترقب صندوق النقد مقترحات من السلطات التونسية بشأن استئناف المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 1.9 مليار دولار. وكان تاياني قد قال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال إن إيطاليا تريد حلولا جيدة لتونس وتريد اتفاقا. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، فمن الواضح أنها بحاجة إلى مزيد من المساعدة لتجنب انهيار اقتصادها. وأفاد أن الإدارة الأمريكية ترحب بتقديم الحكومة التونسية خطة الإصلاح إلى الصندوق ليتمكن من العمل عليها، لكن تبقى هذه القرارات على حد تعبيره سيادية. تصريحات تأتي على أرضية بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي بمساعدة تونس يتضمن مبادرات تعاون وتمويل ب 900 مليون يورو لإنعاش الاقتصاد ومكافحة الهجرة غير النظامية، على أن يتولى وزيران من الطرفين التونسي والأوروبي متابعة تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، وينظر فيه الاتحاد الأوروبي نهاية جوان الحالي خلال اجتماع مجلس أوروبا قبل المصادقة عليه. وكان رئيس الجمهورية في لقائه بالوفد الأوروبي قد قال بخصوص المفاوضات مع الصندوق إن الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات، والحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها. وأضاف بالقول إن على صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل.